بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أبنائي التلاميذ، سنواصل في هذه الحصة الثانية في المقطع التعلمي رقم 2 في خاصية طرس. تطرقنا في الحصة السابقة إلى الجزء النظري، تعرفنا على خاصية طرس وشفنا أنه هذه الخاصية الهدف منها هو استنتاج بعض الأسئلة. سنواصل اليوم في بعض المفاهيم الجديدة وأيضا على شكل تطبيقات. إذا أشتقنا اقترح التطبيق الأول، إذا لدينا التمرين A B C D متوازي الأضلاع، بحيث إذا لدينا A B C D متوازي الأضلاع بحيث A B تساوي 5 سنتيمتر و B C تساوي 4 سنتيمتر، الشكل غير مرسوم الأبعاد الحقيقية هنا أبنائي. E نقطة من القطعة A B بحيث A E تساوي 2.5 سنتيمتر. المستقيم الذي يشمل النقطتين B و E يقطع دي سي في النقطة K. المطلوب هو حساب هذا الطول. إذا أبنائي، مبرهنة طرس من بين أهميتها هي حساب الأطوال. إذا حساب الأطوال، تستعمل خاصية طرس لحساب الأطوال، وسنبدأ في حل هذا التمرين. إذا أبنائي، لدينا الشكل هنا غير مرسوم بالأبعاد الحقيقية. معطيات هذا الشكل لدينا A B C D متوازي أضلاع. إذا متوازي أضلاع، فنتذكر معا خواص متوازي أضلاع، كل أو يمكن تطبيق كل خواص متوازي أضلاع. إذا لدينا A B 12 أو 5 سنتيمتر، إذا 5 وحدات، إذا A B كلها 5، B C 4، النقطة E تنتمي إلى القطعة A D، إذا النقطة E تنتمي إلى القطعة A D، حيث A E، إذا هذا الطول A E هذا يساوي 2.5. ما هو المطلوب أبنائي في هذا التمرين؟ هو حساب D. إذا حساب ديكا هذا هو المطلوب. صحيح. في البداية أبنائي، نتعود فقط معا في الهندسة، يجب استعمال ورقة محاولات. إذا أعتقد هذه هي ورقة المحاولات. كيف أفكر في هذا التمرين؟ أو كيف، ما هي استراتيجية الحل؟ المطلوب هو ديكا. في البداية أبنائي، سأحدد ما هي الخاصية التي أطبقها لإيجاد ديكا. إذا فرضنا أن نطبق تطبيق مباشر في خاصية طرس، إذا هل سأطبق خاصية طرس؟ لأن الديكا موجودة هنا، هل سأطبق خاصية طرس في هذا الشكل؟ إذا المثلث الأول والمثلث الثاني، أو أطبق خاصية طرس في هذا الشكل حتى أتخذ القرار. إذا حتى أطبق خاصية طرس هنا، إذا لازم يتحقق الشرط الآتي، يجب أن يكون ED يوازي BC. نعم، هل عندنا في معطيات التمرين أن ED يوازي BC؟ غير موجود في المعطيات، لكن يمكن إثباته. لماذا؟ لأن RD يوازي BC. لماذا؟ لأنهما في العالم متقابلان في متوازي الأضلاع، ولدينا النقطة E تنتمي إلى RD، إذا يمكن أن نسمي المستقيم RD، نسميه أيضا ED، نسميه أيضا AE. لاحظوا معي يا أبنائي، لدينا المستقيم AD يوازي BC، هذه شفناها لأنهما في العالي حاملات العالي متقابلان في متوازي الأضلاع. لدينا أيضا E تنتمي إلى AD. ما معنى E تنتمي إلى AD؟ إذا النقاط A E D على استقامة واحدة، وبالتالي يمكن تسمية AD مثلا المستقيم ED، أو يمكن نسميه أيضا AE، وبالتالي يمكن أن نعوض AD بماذا؟ بـ ED، وتبقى يوازي ماذا؟ يوازي بي سي. إذا قدرت نثبت أن أو دي يوازي بي سي، إذا الشرط الأساسي لتطبيق خاصية طرس هو أن يكون فيه ضلعان متوازيين، يعني يكون أو دي يوازي بي سي. هل هذا الشرط أبنائي كافي لحساب الطول الكافي؟ إذا الشرط متوفر، سأحتاج إلى ثلاث نسب لحساب الأطوال، أحتاج إلى ثلاث نسب. إذا بالنسبة لنقطة التقاطع هي ك، إذا المستقيمان بي أو و دي سي يتقاطعان في النقطة ك، النسبة إذا كان أو دي يوازي بي سي فإن
اكيد النقطه صارت كا كا هكذا كا دي تحتاج الى نقطه التقارب اذا كا او على كا بي كا او على كا بي يساوي كا دي على كا سي يساوي كا دي على كا سي و لما نحذف كا وكا تحصل على او دي وهنا تحصل على بي سي لماذا؟ اذا او دي و بي سي نسبه ثالثه اللي هي او دي على بي سي هذه نسبة أبنائي أهمتها إني ألاحظ أود المستقيم أود يوازي المستقيم بي سي إذا اختياري للنسب صحيح الآن هل لدينا طول تاع كاو إذا أحتاج أبحث ماذا؟ أبحث عن الطول كادي كادي موجود نعم الطول المجهول موجود موجود في هذه النسبة طيب إذا أنا أبحث عن الطول كادي جيد هل لدينا طول تاع كاو في الواقع غير موجود اذا غير موجود هل عندنا الطول تاع كابي ايضا في المعطيات هذه غير موجود هل عندنا الطول تاع كاسي كاسي ايضا مجهوله وبالتالي لا يمكن الحساب بهذه النسبتين ابنائي لا يمكن ايجاد كابي يمكن ان نجدها في اودي وبي سي ساتحقق هل لدينا الطول تاع اودي نعم هو غير موجود في المعطيات لكن يمكن استنتاجه لماذا؟ لأن الطول تاع أودي كيف نحسب الطول تاع أودي أبنائي؟ الطول تاع أودي أودي إذا نبحث عن أودي أودي هو أدي ناقص أو أدي غير موجود في المعطيات لكن يمكن إيجاده لماذا؟ نعلم أنه ما لم ندرك متوازي أربعة معناها أن بي سي يساوي أدي إذا بي سي يساوي أدي بي سي طولها أربعة في المعطيات إذا في المعطيات بي سي تساوي أربعة إذا أدي كم تساوي أيضا أربعة ناقص أو أ كم أو أ 2.5 يمكن إذا أو أ 2.5 ويمكن حساب أو دي في الحالة الحرة أو دي تساوي 1.5 إذا يمكن إيجاد أو دي إذا أو دي موجود ويمكن إيجاده تذكر معي أبنائي في ورقة المحاولات اتخذ القرار اللازم إذا وجد أودي بي سي موجود في المعطيات هل يمكن إيجاد بهاتين النسبتين إيجاد طول تاع كادي في الحالة هذه أبنائي لاحظوا موجود نسبتين ومجهولين فأيضا لا يمكن إيجاد كادي رغم يعني ماذا يعني هذا؟ لا يمكن تطبيق خاصية طالس في هذا الشكل رغم وجود شرط التوازي الا انه لا يمكن تطبيق هذه الخاصيه لايجاد كاردي ولذلك كشرط اساسي اذا صح التعبير تسمى بكلمه المرور اذا صح التعبير لا يمكن استعمال خاصيه طالس الا اذا توفر الشرط الاساسي هو التوازي وحتى يمكن تطبيقها يجب ان تتوفر لدينا نسبتين وثلاث معاني لازم تكون نسبتين وثلاث معاني حتى نستطيع ايجاد الطول الرابع جيد اذا هنا اتخذت القرار اني لا يمكن تطبيق نظريه طالس في هذا الشكل بنفس الطريقه اتحقق في الشكل الثاني اذا ما نحتاج الى هذه المعطيات اذا في الشكل الثاني هل يمكن اثبات ان كادي يوزي ابي نعم يمكن اثبات ان كادي يوزي ابي بنفس الطريقه ضلعان متقابلان اذا حاملان متوازيان ابي يوازي ديكا وكا تنتمي إلى القطعة دي سي إذا يمكن أن نسج أن كادي يوازي أبي إذا الشرط متحقق الآن ما هي النسب المستعملة أبنائي؟ النسب إذا لدينا أبي إذا يمكن إثبات لدينا أبي عفوا لدينا أبي يوازي دي سي نعم يوازي دي سي وكا تنتمي إذا يمكن استنتاج التوازي لما أحرر النص إجابة سأتطرق إليها بالتفصيل إذا يمكن إثبات أن كا أبي يوازي كا دي في هذه الحالة أبنائي يمكن تطبيق خاصية طالس الآن النسب أتحقق فقط بالنسب الآن المستقيمان كا بي و أدي يتقاطعان في النقطة أو إذا سأستعمل النقطة أو موجودة في النسبتين النقطة أو إذا بتطبيق خاصية طالس أو كا على ماذا؟ على أو بي أو كا على أو بي هذه أبنائي في هذه الحالة يمكن تلميذ في البداية يختار أو كا على أو بي في المرة الثانية يمكن يختار أو أ مثلا يمكن يختار أو أ على أو دي
سهوا يختار او كا على او بي ثم يعود مباشره ويقول او أه على او دي. لذلك دائما النسبه الثالثه امالي تستنتج من الافضل استنتاجها. كيف نستنتجها؟ او ا بحذف الاو هنا والاو هنا تبقى كا ا، وبحذف الاو والاو تبقى بي دي. اتحقق هل كا او، هل كا او هنا يوازي بي دي، يوازي بي دي. اذا كا او يوازي بي دي نسبة غير موجودة، وبالتالي اختيارك للأطوال اختيار غير صحيح. ولذلك أنصحك يا بني أنك مباشرة لما تبدأ تختار هناك خطأ، فتصحيح الخطأ او كا. إذا نعاود او او، إذا ديت او كا ديت بالمثلث الأول والمثلث الثاني، ديت بالمثلث هذا الصغير لسميته أنا واحد او كا على ماذا؟ على او بي. يجب العودة إلى المثلث الأول. إذا او دي على او أ، او دي على او أ. بحذف الاو للتحقق فقط نجد كا دي ونجد أ بي أو بي أ. إذا هل أ بي وكا دي متوازيين؟ نعم فعلا هما متوازيين، وبالتالي النسبة هذه أو النسبة اللي اخترتها هي النسبة الصحيحة. ركزوا أبنائي في هذه الحالة. الآن لاحظوا بنفس الطريقة نبحث عن ماذا؟ نبحث عن كادي. اذا كادي موجود، هل الطول AB موجود؟ نعم الطول AB موجود 5. هل الطول OD موجود؟ غير موجود في المعطيات، لكن ممكن استنتاجه بالطريقه هذه. دونك ساعيد ساحاول اعاده هذه الكتابه. اذا OD موجود و OA موجود ايضا في المعطيات. اذا لاحظوا معايا الان ابنائي حصلت على نسبتين بثلاث معادن. إذا يمكن إيجاد المجهول الرابع باستعمال الجداء المتصارب أو باستعمال خاصية الرابع المتناسب. إذا باستعمال خاصية الرابع المتناسب. الآن اتخذت القرار الصائب اللي هو أن راح نوظف خاصية طالس في هذا المثلث وهذا المثلث. الآن سنحرر نص الإجابة بالتفصيل. إذا في البداية أبنائي سأحتاج إلى إثبات، أولا إثبات أحتاج إلى إثبات أن أو إيجاد الطول أو دي، يعني أحتاج إلى الطول أو دي. إذا لدينا أو دي تساوي، لدينا أو دي تساوي أ دي ناقص أ أو. بتطبيق عددي أو دي تساوي أ دي كم؟ قلنا أ دي كم؟ 4 ناقص ماذا؟ أ أو كم؟ 2.5. إذا كيف عرفنا أن أ دي أبنائي هنا تساوي أ دي 4؟ يمكن فتح قوس أ دي ترى تساوي بي سي، أ دي تساوي بي سي وتساوي 4 سنتيمتر. إذا لماذا أ دي تساوي بي سي؟ لأنهما في العادة متقابلان في مدرسة الأضلاع. إذا يمكن استنتاج أو دي 1.5 ونستعمل الوحدة أبنائي للإجابة. إذا أو دي تساوي 1.5 سنتيمتر. إذا احتجت إلى أو دي. أحتاج أيضا إلى إثبات أن كا دي يوازي أ بي. إذا يمكن إثبات هذا، لدينا أ بي يوازي دي سي. أ بي يوازي دي سي لماذا؟ لأنهما في العائد متقابلان في متوازي الأضلاع. إذا يمكن فتح قوس فقط وكان جملة اعتراضية، لأن إذا يكفي تبرير A B C D متوازي أضلاع، متوازي أضلاع عفوا. إذا فهمت أنه متوازي أضلاع. الآن لدينا أيضا K تنتمي إلى D C، K تنتمي إلى D C، K تنتمي إلى D C. ما معنى هذا أبنائي؟ معناها يمكن تسمية كا، لدينا كا تنتمي الى دي سي، اذا يمكن تسميه دي سي، يمكن نسميه ايضا المستقيم كا دي. كا تنتمي الى دي سي معناه ان دي سي او عفوا كا دي يوازي ا. اذا يمكن تعويض، اذا كان كا ينتمي الى دي سي او كان ثلاث نقاط على استقامه واحده، يمكن تعويض دي سي، يمكن ان نسمي دي سي بالمستقيم كا دي او نسميه كا سي. اذا انا احتاج الى هذه التسميه كا دي، وبالتالي الان وفرت شرط على ان كا دي يوازي ا بي.
إذا الشرط هنا تفهم فحسب إذا فحسب أو بتطبيق خاصية أو بمستحسن استعمال الجملة هذه بتطبيق الآن خاصية طارس إذا هذه الخاصية نستنتج النسب الآن إذا النسب عرفناها من الآن نسب مع التأكد إذا أوكا على أوبي أوكا على أوبي أوكا على أوبي حذاري نعود نرجع للمثلث الأول أودي على ماذا؟ على أدي أو عفوا على أ إذا أودي على أ والنسبة الثالثة هي كادي على أبي أو بي أ إذا يمكن استنتاج هذا الشكل كادي على بي أ يعني بحذف الأ بي أ ونتحقق أن كادي هي توازي أبي يعني إذا تظهر الطول هنا كادي و أبي كتسمية فقط هو للمستقيمين المتوازيين بالتعويض بالتعويض أجبت إذا هنعوض بعض المعطيات الموجودة فقط إذا أوكا غير موجود إذا أوكا غير موجود أوبي أيضا غير موجود أوبي غير موجود طردع أوبي مجهول دونك غير موجود أيضا لدينا أودي برهناها في معطيات أودي وحصلنا عليها هي 1.5 إذا أودي هو 1.5 لدينا أو أ من المعطيات هي 2.5 2.5 عندنا كادي هو المطلوب إذا كادي هو المطلوب كادي ولدينا أبي حسب المعطيات أيضا 5 إذا سأحتاج هذه النسبة نسبتين فقط إذا باستعمال الجداء المتصادف إذا لدينا 2.5 في كادي راهي تساوي ماذا؟ 1.5 في 5 ومنه كادي تساوي 1.5 في 5 على 2.5 يمكن الآن أبنائي استعمال الآلة الحاسبة إذا هذه تعطينا 7.5 هنا تعطينا 2.5 يمكنكم أبنائي استعمال الآلة الحاسبة أو اختزال أو حسب طبيعة التمرينات إذا يمكنكم استعمال الآلة الحاسبة للحساب أو لحساب هذه القيمة 7.5 قسمة 2.5 إذا الناتج 3 إذا الناتج 3 إذا كادي تساوي 3 أصرح بالوحدة كادي تساوي 3 ماذا؟ سنتيمتر إذا هذه منهجية حل خاصية طرس إذا بتطبيق إذا لازم توفر الشرط هذا شرط أساسي ثم التحقق في ورقة المحاولات بعد تعيين النسب على ورقة المحاولات هل لدينا نسبتين وثلاث معاليم؟ إذا كانت لدينا نسبتين وثلاث معاليم يمكن توظيفها باستعمال الجداء المتصرف أو الرابع المتناسب وحصلنا على طول تاع كادي وبهذا كادي أو ديكا بنفس الطريقة وبهذا أبنائي نكون قد جاوبنا على سؤال هذا التمرين لأن المطلوب هو حساب طول ديكا. إذا في الحصة المقبلة إن شاء الله سنتطرق إلى أيضا إلى تمرين آخر نوظف فيه خاصية طرس. شكرا على المشاهدة، لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.